بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وربكم جميعا بخير. النهاردة إن شاء الله أنا جايب لك فكرة جديدة إن شاء الله نفحص بيها الفوتوكابلر ونتأكد من قياس كفاءته وقياس عمله وكفاءة عمله في الدائرة بطريقة مضمونة وبطريقة مفيهاش أي نسبة خطأ في القياس. ازاي الكلام ده؟ هوضحه لك ان شاء الله. ازاي عندنا الفوتوكابلر كلنا عارفينه، عبارة عن ليد ضوئي وترانزستور ضوئي، ده الداخل بتاعه وده الخارج. هنا رقم واحد الانود بتاع الليد، رقم اتنين الكاسود، رقم ثلاثة الإيميتر بتاع الترانزستور، رقم أربعة الكولكتور. ادي الأنود وادي الكاسود. كلنا عارفين القياس المبدئي بتاع الفوتوكابلر، كنا بنجيب الأفوميتر، طرفين الأفوميتر، ونقيس الليد الضوئي كأننا بنقيس دايت عادي. لو قاس في الاتجاهين يبقى بايظ، لو قاس في اتجاه واحد خلاص يبقى سليم. نقيس هنا بين الكولكتور وبين الامتر او بين طرف ثلاثة وطرف اربعة، مقاومة عالية جدا، ما بيدينيش اي قياس او نسبة اوم على الافوميتر. ده كان قياس مبدئي بنقيسه. طبعا القياس دوت فيه مشكلة، واحيانا كنا بنقيس ونقول الفوتوكابلر سليم ونيجي نركبه بنلاقي ان عامل لنا مشكلة برضه، وبيكون المشكلة منه. ايه مشكلة الطريقة دي في القياس؟ مشكلة الطريقة في القياس، احنا عندنا مثلا كلنا عارفين الترانزستور وقياسه. ادي الترانزستور. الترانزستور كنا بنقيسه، بنجيب الافوميتر وبنحط احد اطرافه على البيز وبنقيس مع الطرفين التانيين. ان قاس بنقلب الاطراف، ما يقسش، لو قاس تاني في الاتجاهين الاتنين بيبقى بايظ. اعطال الترانزستور كنا بنلاقي شورت بين احد اقطابه، بين طرفين من اقطابه، او الاطراف كلها عامله شورت. ديت كنا بنعرف ان الترانزستور بايظ. الطريقه الثانيه او العطل الثاني في الترانزستور كان بيكون فيه فاصل او احد الاطراف فاصل من الداخل، يعني الكولكتور فاصل او الامتر فاصل من الداخل، تيجي تقيسه يا عم بتلاقي اوبن، فخلاص بنعرف انه تالف. هنا في الترانزستور دوت لما بنقيس في الفوتو ترانزستور، هنا لما بنقيس ما بيقسش، بنقول ده سليم. طب ما احتمال يكون الايميتر برضو بتاعه فاصل من جوه او الكولكتور، هنقيس بيه ايه؟ بيقيس لي انه مهم بيقسش، خلاص بنقول سليم. لا، هو بيكون فاصل من الداخل نفسه، الكولكتور او الايميتر بيكون نفسه فاصل. طب ده هعرفه ازاي؟ ما اعرفوش الا لما بركب الفوتوكابلر اركبه، بلاقي عامل نفس المشكله، اجرب فوتوكابلر جديد خلاص بيشتغل. فبيكون عيبه ان فاصل احد اطرافه من هنا. دي مشكله القياس دوت، او ده المشكله او العيب اللي في طريقه القياس بالافوميتر العاديه او الطريقه الاولانيه خالص اللي بنقيسها بالافوميتر. الطريقه الثانيه موجود دايره على الانترنت بيقول لك دايره لفحص الفوتوكابلر. طبعا دي فيها مشكله برضو، وهقول لك ايه مشكلتها وايه عيبها وايه ميزه اللي انا هقوله لك، او الطريقه اللي انا هقولها لك، انها بتقول ان القياس او نسبه القياس فيها كفاءتها 100%. ازاي الكلام ده؟ ادي الدايره اللي موجوده على النت، جايب لك فوتوكابلر. عندنا مثلا الفوتوكابلر اهوت، وادي الليد الضوئي، وادي الترانزستور الضوئي، تمام. عامل لي ايه هنا؟ بيدخل لي 9 فولت، ادي جايب بطارية، ادي السالب وادي الموجب. ادي الموجب بيدخله عن طريق مقاومة على الانود، واحد اتنين، هنا الدليل، هنا الدليل بيكون رقم واحد، تمام. وبيدخل لي هنا عن طريق سويتش، على غزالي مقاومة بيقول لك من 300 إلى 500 أوم، تمام.
بيغذي لي هنا، بيعمل لي هنا، بيضيء لي الليد الضوئي. الليد الضوئي بتسقط الاشعه بتاعته او الضوء بتاعه على قاعده الترانزستور الفوتو ترانزستور، يبدا يحصل لي اتصال هنا. هو عايز يتاكد ان حصل اتصال هنا ازاي، بيقوم جايب لي برضو بطاريه تاني 9 فولت تاني، ادي السالب وادي الموجب، تمام. بياخد لي الموجب على كولكتور او طرف رقم 4، وبيجيب لي عن طريق رقم 3 عن طريق مقاومه، وقام حاطط لي بقى هنا ليد ضوئي على السالب عن طريق مقاومه برضو حوالي 300 او 500 اوم، تمام. بيدوس على السويتش هنا يعمل اتصال، يقوم الليد الضوئي يقيد ما ينور، يسقط الأشعة بتاعته أو الضوء بتاعه على الفوتو ترانزستور، يحصل اتصال هنا، يبدأ الليد الضوئي دوت ينور. الليد الضوئي ينور يقول لك اه شغال تمام. هنا ايه مشكلتها الدايرة ديت؟ مشكلتها الدايرة دي ان الضوء هنا ثابت، والفوتو كابلر الاتصال هنا بين الكولكتور والإيمتر ثابت لأن الضوء ثابت. لا تحكم لي في شدة إضاءة او ارتفاع وانخفاض الضوء اللي على الليد الضوئي، ولا انا عرفت او حسيت او شفت استشعار الترانزستور الضوئي انه شاعر بانخفاض وارتفاع الضوء. ما يمكن عمل اتصال ثابت، في مشكله او في نسبه شورت في الترانزستور دوت. الضوء لما بيسقط عليه بيحصل هنا اتصال ثابت، ما بيتفاعلش مع ارتفاع وانخفاض الضوء هنا، بيعمل اتصال ثابت، ولذلك بيكون عامل لي برضو مشكله في الشغل في دايره الفيدباك. هنا برضو دي عيب الدايره دي. الدايره بقى اللي هقولها لحضرتك دايره بسيطه وسهله ومش مكلفه، ودي دايره هتبقى عندك على طول تختبر بيها اي فوتو كابلر. الدايره دي عباره عن ايه؟ انا جبت سوكت ترانزستور، سوكت بتاع اي سي، وادي الفوتو كابلر اهوت، ركبته عليه، وادي الطرف الدليل اللي هو رقم 1 اهوت. يبقى عندنا هنا طرف 1، طرف 2، طرف 3، طرف 4، تمام. وعندنا جبت مقاومة متغيرة عبارة عن 2 كيلو، ادي 202 يعني 2 كيلو. وصلت الطرف المتحرك فيها مع طرف من مقاومة الاولاني، وطرف التاني خليته طرف، يبقى عبارة عن دي بقت ايه؟ 1 كيلو، تمام. وجبت بطارية 4.5 فولت، عبارة عن 3 بطاريات، البطارية 1.5، وهوصلهم وموصلينهم على التوالي، وهناخد منهم 4.5 فولت من هنا ونوصلهم على الدايرة بتاعتنا. الدايرة دي عبارة عن ايه؟ الدايرة دي عبارة عن ادي الفوتو كابلر يا سيدي، وادي الترانزستور الضوئي، وادي الليد الضوئي، ادي 1، ادي 2، ادي 3، ادي 4، كولكتور، ايميتر، انود، كاثود. الدايره دي هنبدا ننفذها مع بعض وتشوف ايه الفرق بين دي وبين دي، وتشوف بعينك ازاي الفوتو كابلر الدخل بتاعه بيشتغل وتحكم في الضوء بتاعه، وازاي هتشوف بعينك استشعار الترانزستور الضوئي بارتفاع وانخفاض الضوء هنا وتفاعله مع انخفاض وارتفاع الضوء بزيادة الاتصال بين الكولكتور والإيمتر. ده هتشوفه بعينك، فلما تشوفه بعينك يبقى اتأكدت ان فعلا الفوتو كابلر شغال الجزئين مظبوطين فيه، المرحلة الدخل ومرحلة الخارج شغالين مظبوطين لما تشوفهم بعينك. الدايرة دي عبارة عن ايه؟ انا اتحكمت هنا في جهد التغذية بتاع الفوتو كابلر بالمقاومة برضه هيت، بس جبت لها
مقاومة متغيرة، تمام، وادي الاربعة ونص فولت برضو، او عملتها اربعة ونص فولت، ادي الموجب وادي السالب، تمام، ادي الموجب وادي السالب، تمام. بطارية اربعة ونص فولت دخلت عن طريق مقاومة متغيرة عشان اتحكم في جهد التغذية بتاع الليد الضوئي، ان يزيد ويقل اتحكم فيه ايه بالمقاومة المتغيرة دي. هشوف تأثير الضوء لما يعلى ويوطى على الترانزستور الضوئي ده ازاي، ده اللي هوريه لك دلوقتي وهتشوفه على الدايرة عملي، وخليك معايا عشان نوصل القطع ديت او العناصر دي مع بعضها وتكمل الدايرة بتاعتنا. ادي عندي مثلا هنا ادي الفوتو كابلر، هوصل عليه على طرف رقم واحد اللي هو الانود، هوصل عليه طرف من المقاومة المتغيرة اهوت، ادي طرف رقم واحد، ادي طرف رقم واحد، طرف رقم اتنين وصل على سالب البطارية، هنجيب الطرف السالب، ادي الطرف السالب، انا بوصل قدامك برضو عشان تبقى عايش معايا في الموضوع عشان تنفذها، ودي يبقى جهاز عندك او دايرة موجودة عندك بتقيس بيها اي فوتو كابلر بقى بعد كده تعملها، بتثبتها على اي حاجة، على قطعة بلاستيك مثلا. يبقى كده وصلنا الطرف السالب وطرف الموجب اللي هو عن طريق المقاومة المتغيرة هي على رقم واحد، ادي الدليل بتاع الفوتو كابلر، طرف واحد، وادي رقم اتنين، عندنا رقم تلاتة واربعة هنوصل عليهم طرفين، تمام، طرفين سلك عشان هنتعامل معاهم به الافوميتر عشان تشوف بعينك تأثير ارتفاع وانخفاض ضوء الليد الضوئي على الدايرة او على الترانزستور الضوئي، ازاي بيستشعر بارتفاع وانخفاض الضوء وازاي بيتعامل معها ويتفاعل معها، ده اللي هنشوفه دلوقتي عملي قدام عينك. ادي كده وصلت الطرفين دول، هنوصل الطرف الموجب الاحمر دوت على موجب البطارية، نفصل البطارية منهم دلوقتي، ادي الطرف الموجب، وادي الطرف السالب، تمام. كده وصلنا الطرف الموجب والطرف السالب للبطارية، الطرفين دول هنوصلهم للأفوميتر اللي هو طرف تلاتة وطرف أربعة أهوت، أدي طرف وأدي طرف، تمام، أدي طرف تلاتة وأربعة، تمام. هنوصل طرف البطارية، ونشغل نجيب على الأوم، تمام. هنا اداني قياس، لما افصل البطارية خالص مفيش قياس، ده الطرفين اللي هما تلاتة واربعة، الطرفين اللي هما تلاتة واربعة
في الفوتو كابلر، مش مديني اي قياس، اهو موصل البطارية اداني قياس. لما اعلي واوطي الجهد اللي داخل عن طريق البوت ده او المقاومة المتغيرة اهيت، بص يا حبيبي حصل تغير او تغيير في نسبة الاتصال او نسبة الاوم بين البيز، بين الكولكتر والترانزستور بتاع الايه، بين الكولكتر والامتر بتاع الترانزستور الضوئي. يعني كده مثلا احنا كده مزودين، نقلل الجهد، نزود نسبة المقاومة. بص اتغيرت خالص، بقت 700 اوم او 730 اوم. طب نجرب نقيس على الايه، على الدايود، كأننا بنقيس دايود. هنا مديني كام؟ 133 او 132. نقلل، بص يا حبيبي نسبة المقاومة قلت برضو. لما زودت الفولت نسبة المقاومة بقت كام؟ بقت 35. زودت الجهد اللي داخل على الليد الضوئي، تمام؟ مديني كام؟ مديني 35 اوم. لما اقلل الجهد اللي داخل، اقلل تاني، ازود المقاومة دي، بقت كام؟ 140. واخد بالك؟ يبقى هنا نزود، نقلل المقاومة، يعني نزود الجهد اللي داخل على الليد الضوئي، قلت المقاومة بين الإيمتر والكولكتور. كده انت شفت بعينك داخل الفوتوكابلر وخارج الفوتوكابلر، زودت وقللت الجهد اللي داخل بناء على زيادة وتقليل الجهد دوت، زاد وقل ضوء الفوتوكابلر، الفوتو الليد الضوئي. وشفت بعينك لما بنقلل ونزود الإضاءة الاتصال أو نسبة الأوم بين الكولكتر والإيمتر بتاع الترانزستور الضوئي بتزيد وتقل معاه. يبقى أنت كده شفت المرحلتين بتوع الفوتو كابلر، الداخل والخارج، شغلهم إنهم شغالين بكفاءة لا يدع بطريقة لا تدع أي مجال للشك. يعني تعتبر نسبة القياس ديت او 100%، ما فيهاش اي نسبه خطا، لان انت شفت الدخل بايد بعينك وشفت الخارج بعينك. يا رب يكون قدرت اوصل معلومه مفيده، ويكون الفيديو دوت فيه فايده لحضراتكم، وارجو تنفذوا الدايره ديت وتخليها في ورشتك تتاكد بيها او تقيس بيها الفوتو كابلر بتاع اي دايره، وتطمئن انها شغاله بكفاءه 100% بدون اي نسبه خطا. ووريتك المشاكل بتاع الدايره اللي موجوده على الانترنت والدايره اللي احنا عاملينها، ده الفرق بين الدايرتين. وريتك مشكله القياس بالافوميتر الاولاني ايه مشكلته. اشكركم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، والى اللقاء في فيديوهات قادمه ان شاء الله.